على مدار سنة كاملة مشينا مع حضراتكم لحظة بلحظة وخطوة بخطوة، مشوار طويل جدا وعدد كبير جدا من المشاركات في مختلف بطولات النادي الأهلي، وقررنا ان احنا مع كل مباراة ندي مساحة للجمهور لاختيار افضل ثلاث لاعبين. افكر حضراتكم بالقاعدة اللي حطيناها من اليوم الاول، انه صاحب المركز الاول في كل مباراة هيضيف لرصيده ثلاث نقط، صاحب المركز الثاني يضيف لرصيده نقطتين، وصاحب المركز الثالث يضيف لرصيده نقطة واحدة. ديربي استمر من اليوم الأول في 2021 لغاية لما وصلنا مع حضراتكم للمحطة الأخيرة عشان نعرف مع حضراتكم مين كان الأفضل باستفتاء وبرأي جماهير النادي الأهلي على مدار الموسم بشكل طبعا إجمالي. خليني أبدأ مع حضراتكم بداية كده بلاعب الشهر، 12 شهر ب 12 لاعب، تعالوا نشوف مين أو أصوات جماهير النادي الأهلي راحت لمين، والبداية هتكون مع شهر يناير. نجم شهر يناير تألق فيه بشدة وبقوة وليد سليمان، الحقيقة كان أدى أداء أكتر من رائع وخد 6 نقاط في شهر يناير. يمكن الإصابة حرمت وليد من التألق ومواصلة نفس المشوار مع النادي الأهلي، لكن وليد قدر يحقق لقب لاعب شهر يناير في النادي الأهلي. فبراير شهر المونديال كان تألق كبير جدا لحارس مرمى النادي الأهلي وقائد النادي الأهلي محمد الشناوي، أكبر رصيد من النقاط حققه الشناوي على مدار الموسم كان يمكن في شهر يناير، وكان هو نجم الشباك طبعا في مشاركة النادي الأهلي في مونديال كأس العالم. شهر مارس محمد شريف وبداية التألق، رغم صعوبة الانطلاقة في بداية المشوار، لكن الحقيقة من أول ما أتيحت ليه الفرصة وشارك قدر إن هو يحافظ على مكانته بشكل أساسي ويفنش الموسم اللي فات كهداف للدوري. محمد شريف لاعب شهر مارس في النادي الأهلي. شهر 4 شهر أبريل بداية الظهور للدبابة المالية أليو ديانج، كان لاعب الشهر الحقيقة واصل تألقه، وديانج الحقيقة قدم واحد من أفضل مواسمه مع النادي الأهلي الموسم الأخير. ولأول مرة يحافظ لاعب على نفس اللقب لمدة أو لفترة شهرين متواليين، كان أليو ديانج اللي حقق برضه نفس اللقب وحافظ على لقبه كأفضل لاعب في شهر مايو. جون يونيو والبداية المتأخرة، إلا أنه أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي على الإطلاق، وما أجمل الحقيقة أن يأتي أكرم توفيق لاعب شهر يونيو الحقيقة بداية تألق واستمرار للتألق والتوهج على مدار مش موسم واحد بس لكن موسم تاني كمان على التوالي. شهر يوليو جماهير النادي الأهلي اختارت نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، اللي كان مقدم موسم برضو أكتر من رائع الحقيقة ونافس في أوقات كثيرة جدا على تحقيق لقب لاعب الشهر، لكن تمكن من حسم اللقب لصالحه في شهر يوليو. أغسطس هي فترة تألق حسين الشحات اللي بسهولة كبيرة جدا فنش موسم أكتر من رائع مع النادي الأهلي واستحق عن جدارة أنه ياخد لقب لاعب شهر أغسطس. في سبتمبر يعود المالي الدبابة أليو ديانج للتألق من جديد ويحسم لقب لاعب شهر سبتمبر لصالحه. وفي أكتوبر يحقق أكرم اللقب لمرة تانية ويحصل على أعلى نسبة أصوات من جماهير النادي الأهلي عشان ياخد لقب لاعب النادي الأهلي في شهر أكتوبر. في نوفمبر الصفقة الجديدة للنادي الأهلي والمتألق المتوهج بداية ولا أروع على بيرسي تاو الجنوب أفريقي ويحقق في بداية الموسم الجديد لقب لاعب شهر نوفمبر. نختم السنة مع السوبر بوي طاهر محمد طاهر اللي بيجمع الأهلوية الحقيقة يستحق لقب الشهر بشكل كبير جدا، ونتمنى الحقيقة أن حصول طاهر على لقب لاعب شهر ديسمبر يكون بداية وانطلاقة جديدة لنجم النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، وبالتأكيد قادر على استغلالها أفضل استغلال.